السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، وأهلا بكم مستمعين مساء بتوقيت القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. النهاردة جاية لكم بفوائد كتيرة جدا جدا للخاص، ولكن لو أول مرة بتزور القناة ياريت تنوريني باشتراكك وكمان تفعل الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو إذا عجبك. معانا النهاردة خضر من الخضروات منتشر أيام دي في الأسواق، وهي الخس. الخس معانا من الخضروات الجميلة جدا جدا اللي تتميز بالعديد من الفوائد والقيمة الغذائية. النهاردة هنتكلم معاها ازاي احنا بنقدر نستفاد منها في أمراض كتير جدا جدا. أول حاجة تعالوا نتعرف معاكم على القيمة الغذائية فيها. بتحتوي على بروتين وسعرات حرارية وماء وحمض الفوليك وفيتامين كيف وفيتامين ألف وفيتامين جيم وفيتامين ب 6 وحديد وبوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم وفوسفور. ده لو احنا اتكلمنا عليها كفوائد غذائية. لو اتكلمنا عليها كفوائد صحية، فهي بتحتوي على الكثير جدا جدا من عناصر غذائية الهامة اللي بتمنح الجسم العديد من الفوائد العلاجية اللي هو أصلا احنا بنحتاجها معانا بشكل عام وبشكل يومي. لو هنتكلم عن فوائد الخاص لمرضى القلب، بيساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق التقليل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وكمان بيساعد على عملية تنظيم ضربات القلب. كمان بيوقينا من الإصابة بأمراض السرطانات بمختلفها، لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي وفيتامين إيه. كمان كويس جدا لأمراض الناس اللي عندها مرض الضغط، لأنه بيحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم وغني كمان بالبوتاسيوم، فده مفيد جدا لمرض الضغط الدم المرتفع، لأنه بيعمل على توازن الأملاح في الجسم. الخس بيعالج فقر الدم الناس اللي عندها أنيميا، لأنه بيزود عدد كرات الدم الحمراء اللي هي بتساعد على امتصاص الحديد من الجسم، يعني بيزود الحاجة اللي الجسم بيمتصها وبيفقدها. الناس اللي عندها قولون ودايما بتشتكي من عندها ألم في القولون، فاحنا عندنا الخس النهاردة بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من الألياف اللي بتساعد على تنشيط حركة الأمعاء وعلاج الإمساك وتمهيل عملية الإخراج وتنظيف القولون. كمان احنا ممكن نعمل منه عصير ليمون وخس على عسل نحل، طبعا بتقدري تغني تماما عن الشعور بالغثيان اللي هو المغص والقيء. الخس كويس جدا لتخفيف التعب والصداع الشديد، كويس جدا بيخلي عندنا كده هدوء او هدوء في الاعصاب، ريلاكسيشن. انا جايباه بصراحه عشان عندي صداع بقاله يومين مش بيروح، فانا عارفه النقطه دي عن الخس. كمان الخس كويس جدا للناس اللي عندها مرض السكري، لانه بيحتوي على الياف غذائيه بتساعد على الوقايه من الاصابه بمرض السكري، كما انه يعمل على خفض نسبه السكر في الدم. كل دي كانت فوائد كبيره لا حصر لها ولا قوه احنا بنتكلم عليها في الخص ده ورايقات الخص بتاعتنا، شايفينها. انا بحاول ان انا اقرب الكاميرا عليها. بتاخديه بتشتريه من البائع وتغسليه كويس جدا، اهم حاجه غسله كويس جدا، لان طبعا ده بيكون جاي من الارض وعليه مبيداته من ايد لايد لايد لايد، فغسله كويس جدا. مش بس ان انت تقدري تتناوليه كده، ممكن تدخلي في السلطات، والافضل طبعا ان انت تاكلي كورايقات كده عاديه جدا خالص، مفيش اي مشكله منه. ممكن تدخلي كمان في الاكل. فيديو مفيد وسريع وان شاء الله كله افاده، ويا رب ما يجيب لحد امراض، واللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط، وانتظروني وفيديو جديد ويوم جديد من فيديوهاتنا اليوميه. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.